خوتي السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. اليوم رايحين نديروا دراسه حاله، رايحين نشوفوا كيفاش تشري سياره على يد لابونك ايبيزا بيكانتو. حنا خدينا كمثال سياره هيونداي اكسون، راح نشوفوا كيفاش تشريوا على يد البنك، شحال تبدلكم لابونك، شحال تخلصوا كل شهر، وشحال تمدوا نتوما مع الاول من جيبكم. كل هذه الاسئله رايحين نجاوبوا عليها. وخدينا في التجربه تاعنا دو تيب دو بنك، البنوك الكلاسيكيه اللي يتعاملوا بلي طو دانتيري اللي كاين من بكري كما في بلادنا، لابيانا لابادر لابيديال سي بي ا، وخدينا البنوك الاسلاميه اللي كما يقولوا يمولوا حسب الشريعه الاسلاميه. راح نشوفوا اسكو كاين فرق بيناتهم، اسكو كي تشري طوموبيل من عند بنك كلاسيك راح تكون خير ولا ماشي خير من اون بنك اسلاميك. راح نحاولوا نجاوبوا على الاسئله هادو كامل من خلال الجدول هذا. وخدينا في المثال تاعنا حبيبنا عمار اللي هو ان جون بير دو فامي في عمره 40 سنه، يخلص 50000 دينار جزائري. حبيبنا عمار حب يشري سياره هيونداي اكسون اللي تعمل سومتها 177 مليون. سخف عليها، قال لك نولي كي الناس، ندي ولادي يحوسون، خرجهم بعد الفطور، نديهم للبحر في الصيف، دونك حاب نشريها على يد البنك. عمار راح يتوجه لربع بنوك باش يدير لا سيميلاسيون دو كريدي. راح يروح لزوج بنوك كلاسيكيه، لابيانا لا بنك ناسيونال دالجيري واللي هي بنك كلاسيكي تاع الدوله وطني، وراح يروح لا تراست بنك واللي هي بنك كلاسيكي يتعامل حتى هو بلي طو دانتيري مي بريفي. وخدينا كمثال في ما يخص البنوك الاسلاميه كل من البركه بنك والسلام بنك، والنتيجة راح تكون يعني فريمون مدهشة. عمار مخو راح يحبس لأنه ما فزدلكمش الفيديو وتفرجوا حتى الأخر، مي فريمون حتى انتم رايحين تحيروا، لأنه يعني كاين حوايج ما نعرفوهمش على التمويل الإسلامي والتمويل الكلاسيكي، الفرق اللي كاين بيناتهم بالك لو غرون بيبليك ما يعرفوش. بيان سور حبيبنا عمار كي يروح لي بنك راح يدير لا سيميلاسيون بلي ميم دوني، راح يمدل لهم نفس سعر السيارة اللي هو 1,777,700 دينار، راح يمد لهم لو مام يعني صالير 50000 دينار جزائري، راح يمد لهم يعني باللي حاب يتحصل على اقصى مده اللي هي 60 موا يعني 5 سنين، وراح يمد لهم الثاني سن تاعو قال في عمري 40 سنه باش هما يجاوبوه، والنتيجه راح نكتبوها من خلال هذا الطابلو. دونك لو بري تاع السياره بريميرمون 1,777,700 دينار، ولو سالير 50000 دينار جزائري. دونك جو في فير لا ميم شوز مع لي 4 بنك الاخرين. فوالا بيان سور عمار حبيبنا يلا بروفيتي من لا بروموسيون اللي دارها في رمضان، وين سعر لاكسون هبط 177 مليون. يلا كومونيكي تو الديتاي لي بنك في ربعه نفسه، وقال لهم يا خويا مدوا لي نتوما لا سيميلاسيون. بالنسبه لا بيانا راح تمولوا بمبلغ يقدر ب 707400 دينار يعني 70 مليون. وكي تعود السياره تعمل 177 ولا بنك تمد لك 70 مليون و700 الف، صافي دير لو كليون يزيد من عنده 1,070,300 دينار يعني 107 ملايين. اون بورسونتاج صافي دير باللي لا بنك راح تمد من عندها 39.79 و لو كليون 60.21%. دونك لا بنك ساختمت مد اقل من الزبون اللي هو يمد 60% كامله من سعر السياره، وراح يخلص كل شهر كاقساط شهريه مونسياليتي 14600 دينار جزائري، راح يخلصها على مده قصوى اللي ذكرناها 60 شهر 5 سنين يعني، باش يلقى روحه حبيبنا عمار ابري 5 ans مخلص مبلغ اجمالي توتال 894000 دينار. يعني سلفت له لا بنك 70 مليون و700، لقى روحو مخلص 89 مليون و400، دونك خلص مبلغ يعني اون ديفيرونس تاع 186600 دينار يعني 26.39% خلصها اون بلوس. صافي دير لا بنك سلفت له 70 مليون، هو رجع 89 مليون يعني 18 مليون و600 كامله خلصها زايده على مده 5 سنين، دونك 26% بارابور للمبلغ اللي اقترضوا من عند البيانا عمار. نروحوا درك للدوزيام بنك كلاسيك اللي هي لا تراست بنك. لا تراست بنك مولو بمبلغ يقدر ب 666803 دينار يعني ابري 66 مليون واش. دونك عمار راح يزيد من عنده 177 مليون نقصوا منها 66 مليون باش يزيد من عنده عمار لو كليون
37,51%. Ou le client راح يخلص من عنده 62,49%. يعني راك تشوف النتيجة نيوستين كاملة بالمية راح تكون من عند حبيبنا عمار، يعني 111 مليون كاملة، و 66 مليون برك راح تمدها له لا تراست بنك. كي تمد لك لا بنك تراست 66 مليون راح تخلصها نتايا بلي مونسياليتي كل شهر 15,000 دينار جزائري على مدة دوري تاع 60 موا، مثل ما هو الحال في البنك الأول. وراح يلقى روحه عمار مخلص بعد 5 سنين ان توتال دو 900,000 دينار، فوالا 90 مليون. يعني كاينه اون ديفيرونس اونتر المبلغ اللي قترضه ورجعه تقدر ب 233,197 دينار. Et en pourcentage, ça veut dire خلص حبيبنا عمار en plus 34,98% كاملة بارابور المبلغ اللي تحصل عليه. دونك تحصل على 66 مليون رجعها 90 مليون بعد 5 سنين. نفوتوا درك للبنوك الإسلامية. عمار كي شاف النتيجة تاع البنوك الكلاسيكية قال لك يا خويا الطونوبيل تعمل 177 مليون، هما يمدوا لي غير 39% وهنايا 37%، اون بليس نخلص 34% بلو شار اي 26% بلو شار، خلينا نروح للبنوك الاسلاميه بالك النتيجه راح تكون مختلفه. بالنسبه للبركه بنك قالت له البركه بنك اذا كان الطونوبيل اللي حاب تشريها نتايا تعمل 177 مليون وانت تخلص 5 ملايين انا نمد لك المبلغ 675,859.94 دينار. وكي تعود طونوبيل تعمل 177 والبنك تمد لك 67، سافو دير لو كليون عمار يزيد من عنده 1,101,840.06. اي اون بورسونتاج كالعاده باش نفهمو مليح، سافو دير لابونك البركه تمد من عندها 38,02% و لو كليون يمد من عنده 61,98%. وباش تفينونسيك البركة بنك المبلغ اللي يقدر به 67 مليون لازم انت عليك تخلصها على مدة 5 سنين 15,000 دينار جزائري كوم مونسياليتي بو اون دوري دو 60 موا. دونك 15,000 دينار فوا 60 موا راح يلقى روحو حبيبنا عمار مخلص بعد 60 شهر مبلغ اجمالي يقدر ب 90 مليون سنتيم 900,000 دينار. دونك كاينه اون ديفيرونس تاع 21 مليون اكزاكتومون، يعني 224,140.06 دينار. اي اون بورسونتاج سا فو دير خلص عمار اون بلوس 33.16%. البركه بنك ما تختلفش بزاف على كل من تراست بنك والبيانا، حتى هي تاخذ بالتقريب يعني برسك لا ميم شوز 33% اكثر من السعر اللي تحصلت عليه انت 67 مليون ترجعها 90 مليون، يعني 22 مليون كامله زايده. عمار بدا يتقلق قال لك يا خويا بقات لي غير بنك السلام، نروح لبنك السلام نزيد ندير لا سيميلاسيون بنفس المعطيات ان شاء الله النتيجه راح تكون مختلفه. دونك بنك السلام كي عطاه هو مبلغ سيارة و 50,000 دينار جزائري ولاج اكسيتيرا، قال له أنا نمولك المبلغ التالي 647,769 دينار. يعني الزبون راح يمد من عنده عمار لو كليون 1,129,931 دينار. Et en pourcentage, ça donne à peu près 36,44% de la banque, 63,56% de la banque. C'est la même chose. La banque SLM, je te mets le même le même chose. Le même chose. على مدة 5 سنين دونك فوا 60 يكون خلص عمار 89 مليون اكزاكتومون 893,198.4 دينار. دونك كاينه اون ديفيرونس اوسي اللي تقدر ب 245,429.4 دينار اي توجور اون بورسونتاج اي توجور اون بلوس 37,89. كي نشوفوا هذه النتائج فرانشمون ما كانش فرق أبار بالك بور لا بي ان اللي خلصنا اون بلوس 26.39%. بور لي زوتر بنك سي لا ميم شوز، فينانسمون من عندي 39% 38% 37% 36%. يعني التمويل اللي مدو عمار سي لو ميم بارابور او كات بنك، وحتى من تمويل البنك يعني 60% 61% 62% 63%. يعني أبار
لا ديفيرونس ممكن في التسميه ولا ديفيرونس في النموذج في المنهجيه بالك في الاجراءات براتيكمون بارلون كي تشوف لي شيفر سي لا ميم شوز اي جو سوي ايتوني انا نحير كي نلقى نتيجه نفسها ما بين بنوك كلاسيكيه وبنوك اسلاميه نورمالمون النتيجه ما تكونش متقاربه هكذا ان توكا انا هذا واش بان لي يعني ما كانش فرق ما بين تمويل اسلامي وتمويل كلاسيكي في الجزائر فيما يخص السيارات انتم ان توكا اذا كان بنت لكم حاجه خلاف كونفيرمي معايا ولا انفيوها في لي كومونتير وكي حبيت نفهم اكثر لقيت باللي بالنسبه للبنوك في ربعه حتى من الشروط لي كونديسيون سون لي ميم مثلا لازم لاج تاعك يكون ما يفوتش 70 سنه الشهريه لازم تكون او مينيموم 4 5 ملايين لا بنك ما تقدرش تفينونسي اكثر من 5 سنين يعني 60 موا وحتى لو طو دو سولفابيليتي هذيك نسبه المديونيه يعني اللي ما تقدرش انت تتجاوزها بارابور مونسياليتي بارابور سالير هي 30% بالنسبه للبنوك في ربعه يعني كما احنا في الحاله تاعنا ما قدرناش نتجاوزوا 30% من الشهريه تاعنا اللي هي 15000 دينار في الحاله هذه وتاني في لي زوتر بانك كاينه واحد النقطه تاني لفتت انتباهي بالنسبه للمعدلات لي طو بالنسبه للبنك البيانا يصرح علنا تلقاها مكتوبه في الموقع تاعو بو بوفي فيريفي فو ميم باللي ياخذ معدل الفائده يقدر ب 8.25% وهذا المعدل يولي 8% في حاله ما كنت انت ايبارنيون عندهم يعني عندك ليفري على مستوى البيانا 8.25% بالنسبه لاتريست بانك يعني حتى هما كاتبينها علنا في الموقع تاعهم وكي جست ما سقسيتهم جاوبوني ياخذوا نسبه فائده تقدر ب 10.5% كريمو اما فيما يخص البنوك الاسلاميه البركه بنك وسلام بنك هما ما يصرحوش يعني علنا في الموقع تاعهم ولا يذكروا معدل الفائده اصلا في البنوك الاسلاميه ولا في التمويل الاسلامي ما نذكروش ولا ما نتكلموش على معدل الفائده بل على معدل ربح اون مارج بينيفيسيار ما يذكروش يعني اون با بوزوان داتر ان كراك في لي فينونس دابري الارقام هادو باش نفهموا باللي حتى هنا كاين معدل نسميوه كيما نحبوا وهذا المعدل راح يكون دون لي زونفيرون دو 10% كي تشوف يعني الارقام هذه انا جي انسيستي ان بو مع لي شارجي دو كريدي باش عطاوني الارقام يعني افيك اكزاكتيتود 10.3% بالنسبه للبركه بنك و10.5% بالنسبه للسلام بنك عندي اون رمارك سي جو بيرميتر يعني حسب رايي البسيط والمتواضع داير انتم تاني تقدروا تمدوا ارائكم وتخليهم في الكومنتار دوك نجاوبكم ونقلبوه فوروم خلاص يوتيوب هذا عمار يخلص 5 ملايين دوك يتنحي له 15% كل شهر ممكن يفوتها بصح انه يزيد من عنده 110 ملايين ولا 112 مليون بزاف عليها عمار ما عندوش 112 مليون بصح مام كون جات عنده 112 مليون قال يا خويا توشا ورتا ولا ربح في اللوطو عليه الشيء هذا كامل يدير كريدي ويرهن روحه ويخلص كل شهر وتدي فيه انت 34% علاه ما يروحش ديريكتومون بال 110 ملايين هذيك يشري سياره اوكازيون من السوق ما على باليش انا واش تجيب لك 110 ملايين بالك ايديس اوكازيون ولا بيكانتو اوكازيون خلي لكم لا مان نتوما يعني ناس الواد كنيس وناس السوق باش تقولوا لنا واش يقدر يجيب عمار ب 110 ملايين من السوق وباش لا بنك تسلف العمار مبلغ كامل يعني اون توتاليتي 170 مليون ولا او موا 80% 150 مليون لانهم لي بنك كامل على ما اظن ما يفوتوش 80% كنسبة تمويل من عندهم لازم 20% من عند الزبون كنسبة جدية عمار باش تحصل على اقصى يعني نسبة تمويل من عند البنك لازم يكون يخلص 14 ولا 15 مليون بس عمار يخلص 5 ملايين ما يخلصش 16 مليون يعني ما على باليش انا كون جاي يدي 16 مليون بار موا وفاريها ديجا عمار على عليه يدير كريدي ولا يعصر روحه عام ولا عامين يزير سنتوره ويروح يشريها بدراهم وكونطا من السوق قادر حتى يشري ايفوك عمار عندي تاني بتيت رمارك فيما يخص المرابحه في الجزائر يعني كان موجه هو لو كونسيبت المرابحه سي انه لا بنك تشري سلعه سياره وتعاود تبيعها للزبون يعني افيك اون مارج هو يخلصها باقساط كل شهر ومع الاول يمد لها اون مارج يعني انا بيرسونيل اللي مسمينو هامش الجديه على باليش انا كيعود لو كليان يمد من عنده 70% و 80% ولا بنك تمد غير 20% كيفاش نتايا حاب تدخلها له في عقله الزبون بلي لا بنك شراتها وعاودت تبعتها له سي لوجيك اصلا هو اسمه هامش الجديه هامش يعني اصلا في الكراس الهامش يجي صغير 3 سنتيمتر ولا 4 سنتيمتر وهذاك المكان الاساسي اللي نكتبوا فيه يجي كبير مثلا 17 سنتيمتر ما يجيش الهامش يعني 17 سنتيمتر والمكان اللي نكتبوا فيه هذاك 3 سنتيمتر كيعود الهامش كبير بزاف ما نكتبوا في الهامش وخلاص فوالا خاوتي كانت هذه النتيجه اللي شناها مع بعضنا الفرق اللي كاين ما بين انك تشري سياره بالتمويل
التمويل الإسلامي ولا بقرض نورمال كلاسيكي في الجزائر فريمون لو ريزلتا تيتونو. الهدف تاعي مي فريمون الهدف تاعي ماشي اني نكريتيكي لي بونك ولا نبين انه البنكة هذه خير من هذه الواندو، لا انا جست حاب نبين لكم ليكم انتوما للناس اللي راهم انتريسي بالك يطرحوا في الاسئله حابين راهم يخموا اسكو يشريوها بالكريدي ولا لا لا سياره، نقولوا احنا جاوبناهم بالفيديو هذه ولا بالك بلي كومونتير تاعكم ويتخذوا هما القرار ويلقاو يعني الاجوبه على الاسئله اللي راهم يطرحوا فيهم. وبالك ثاني كاين مسؤول يعني راهو مشترك في القناه يزيد يشوف الفيديو هذه ممكن يتحسس بلي كومونتير تاعكم ويقول بالك ندير ان برودوي ان فينانسمون اللي يتناسق مع المواطن الجزائري يتناسق مع شهريته يتناسق مع وضعيته الماليه ويتناسق مع دين الاسلام في الجزائر. هذا هو لوبجيكتيف تاع لاشين يوتيوب تاعي، ندير دي فيديو انستركتيف قصار ونستادو منهم كامل. اذا عجبتكم لا فيديو هذه وحابين دوتر فيديو دو ميم جور يعني وين نحل الارقام هكذا بالارقام دي ستاتستيك اكسيتيرا ديروا لنا جام ديروا لنا بوس بلو مي فريمون راني تعبت يا خاوتي ديروا لنا جام وابونيو في لاشين يوتيوب باش يوصل لكم دائما جديد وحطوا في بالكم بدي ثقيل عليكم خفيف عليا انتم ما تطلبوا وانا ندير لكم لي فيديو. تهلاو في رواحكم، سلام.